السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا طلاب عندنا درس جديد اللي هو موضوع البوث and neither nor. هذا الموضوع هو يعتبر من يعني من ضمن خلينا نقول نسميه أشبه بأدوات الوصل أو عبارات الوصل، وهي فكرته بسيطة جدا للأمانة، ولكن فقط تحتاج إلى بعض التنبيه إنه كيف نستخدمها أو شنو الفائدة من عندها إلى آخره. أولا يقولك نستخدم both and اللي هي both والand للقول بأن هناك شخصين أو شيئين أو مكانين يتشاركون ويمتلكون نفس الصفة. يعني البوث اللي هي طبعا بالمناسبة البوث والنايذر هي تستخدم مع المثنى، يعني لما يكون عندي شخصين شيئين. احنا بالانجليزي ما عندنا مثنى، يعني مثل ما هو معروف عندنا مفرد وعندنا جمع، ماكو شيء اسمه مثنى بالانجليزي. يعني ما مثل يعني مثلا باللغة العربية مثلا كتاب كتابة، يعني مثلا كتابين وكتب مثلا. بالانجليزي ماكو، اكو مثلا بوك وبوكس، يعني اكو مفرد واكو جمع، ماكو شغلة المثنى. ولكن هنالك عبارات او هنالك كلمات ممكن تفهمك او ممكن توصل لك هاي الفكره، فكره التعبير عن المثنى، يعني الشخصين لما يكون عندي شيئين او شخصين. من ضمن هاي العبارات هي كلمه بوث وكلمه نايذر. بوث والنايذر، البوث عاده يجي معها كلمه اند، البوث يجي معها كلمه اند، اما النايذر فياتي معها كلمه نور. يعني طبعا النايذر بعد شوي راح ناخذها، بس هسه مبدئيا البوث هنا عندك فراغ. فراغ هو يقصد بينه شنو؟ يعني اكو فد اسم، اكو فد شيء معين، اسم شخص، اسم عاقل، اسم مكان، اسم اي شيء. المهم انه اكو بعد البوث اكو فد شيء، اسم شخص معين او اسم شيء معين، بعدها اكو اند. يعني مثل ما نقول بوث علي اند عمر، او بوث ليلى اند ساره، او بوث ماي كار اند يور كار، او بوث عراق اند مثلا سوريا، وهكذا. فاكو شخصين، اكو شيئين، مكانين، المهم اكو فد شغلتين اللي هم عادة راح يكونون ناون، يعني اسماء ناون، وهاي الاسماء نستخدم مع البوث نستخدم اند. النقطة الأخرى المهمة انه البوث والاند يعني يأتي معاها فعل جمع. يعني فعل الجمع هنا اللي نقصده مثل ايش؟ يعني انت لما تكونون مخيرين بين الاز والار فأكيد لازم تختارون الار، يعني نستخدم البوث. لما يكون عندي اختيارين واز وير لازم استخدم الوير، لما يكون عندي هاز وهاف لازم استخدم الهاف، لما يكون عندي اي فعل مصدر او فعل اس الشخص الثالث فاكيد راح اختار المصدر باعتبار ان المصدر يجي مع الاي والوي واليو والذي اللي هم اصلا نحن نعتبرهم من جماعة الجمع. فهاي الفكرة، يعني كل الموضوع انه يتلخص بهاي النقطة، انه لازم نتذكر انه البوث والاند يجي معاها فعل جمع، يجي معاها فعل جمع مثل الار، مثل الوير، مثل الهاف، مثل الفعل المصدر، هذه كلها تعتبر افعال جمع فلازم نستخدمها مع البوث والاند. نجي نشوف الامثله. طبعا القاعده مالتها مثل ما تشوفون، يقلك البوث يجي وراها ثينك يعني شيء غير عاقل، ممكن نيم يعني اسم شخص، ممكن بليس اسم مكان، ونفس الشيء بعد الاند نفس الحاله، هم يعني اسم شخص اسم يعني نفس الوزن. يعني القصد من الكلام انه انت اذا هنا استخدمت اسم عاقل يعني مثلا عمر، فهنا بالمقابل لازم تستخدم ايضا عموما مثلا خلينا نقول اسم عاقل، يعني اسم مذكر او مؤنث. المهم انه اكو اسم، من تستخدم شيء هي مقابله شيء. يعني انا ما هاي هذا كلامي بس حتى اوضح انه هذا مو قاعده، ولكن هو يعني هو من نقول كلا، يعني من نقول كلا اللي هي كلمه بوث بمعنى كلا فلان وفلان، او كلا كذا وكذا، فهي عاده يكونون يعني شنو؟ يعني يكونون من نفس النوعيه، من نفس الصنف. من نقول مثلا كلا عبد الله وعمر، هنا يعني عبد الله وعمر مبين من نفس الصنف اللي هم مذكر مفرد. او نقول مثلا بوث كلا ماي كار اند يور كار، او مثلا بوث مثلا مرسيدس اند بي ام دبليو، او بوث سامسونج اند ايفون. فتلاحظ انه هنا عموما انه تكون المقارنه او من الكلام يكون على شيئين متشابهين من نفس الصنف، من نفس الصنف. هي هاي الفكره مالته. واهم نقطه انه يجي وراها اسم جمع، اهم نقطه انه يجي وراها يعني عفوا فعل جمع. نجي نشوف الأمثلة. يقول both pencil and sharpener are required in the exam. يعني يقول كلا البنسل اللي هو قلم الرصاص and sharpener اللي هي المقطاطة أو القطاطة، اثنيناتهم مطلوبين في الامتحان. both تلاحظ إن وراش جاني هو R جمع. الجملة الثانية يقول both علي and عمر work in a hospital. work هنا استخدم work، ما قال لك works، لان هنا باعتبار الورك المصدر اللي هو فعل يعني نعتبره من جماعه الجمع. فاذا البوث والاند
افهم انه يعني وكانما الفاعل جمع باستخدام both، وكانما الفاعل جمع مو مفرد. both your room and my room are small، يعني كلا غرفتي وغرفتك هي صغيرتان. فاذا ايضا استخدمنا، اذا تلاحظون are، استخدمنا are. هذه اهم نقطه تركزون عليها، انه both يجي وراها فعل جمع او فعل مصدر ما بين اسم الشخص الثالث. بالمقابل النقيض مالته منه النور، عفوا النايذر والنور. النايذر والنور شنو مشكلته؟ النايذر والنور يقول لك هي نفس يعني هي نفس فكره البوث، نفس فكره، ولكن هنا بالعكس. يعني شنو يقول لك؟ وكانما شبيهه بالنفي. يعني ما كنا نقول انه مثلا كلا عبد الله وعمر في الصف الثاني متوسط، النايذر والنور معناتها تقول كلاهما ليس في الصف الثاني المتوسط، يعني لا هذا ولا هذا. مثل ما نقول نور عبد الله، نور عمر is in مثلا second intermediate، هما يعني لا هذا ولا هذا هما في الصف الثاني. فكأنما هي يعني فكرة النفي مع البوث والنايذر، من تحاول تنفيها، من تحاول تأخذ النقيض مالته تستخدم النور، عفوا النايذر، ومقابله نور. فتلاحظ انه نفس القاعدة بالضبط. يعني ايضا تخلي think مقابلة think، تخلي name مقابلة name، place مقابلة place، ولكن الفرق هنا بالنايذر والنور هنالك فعل مفرد مو جمع، فعل مفرد وليس بالجمع. هذه اهم نقطة يعني لازم تنتبهون. نجي نشوف الامثلة، يعني انتبهوا على الامثلة. يقول neither a car nor a bus، يعني لا السيارة ولا الباص can get me to work in time، يعني لا هذه ولا هذه يستطيع إيصالي للعمل بالوقت المناسب. هنا طبعا ما بين الفعل المفرد، ليش؟ لأنه هنا مستخدم كان، كان الفعل الناقص ما يميز بين المفرد والجمع، فهنا ما راح يبين عندك. بس لما نجي على الجملة على سبيل المثال، الجملة الثانية والثالثة راح تبين عندك المسألة. يقول neither علي nor عمر smokes cigarettes. شوف هنا بال neither والنور استخدمنا smokes اس الشخص الثالث، على اعتبار أنه الفاعل هو عمر او علي لوحده، وعموما هو يعني يؤخذ على عمر اكثر، يعني على الاسم الثاني. فالنور تاخذ فعل مفرد، وهذه مهمه جدا ان نركز عليها، نايذر والنور تاخذ فعل مفرد، بينما البوث والان تاخذ فعل جمع. نجي نشوف مثال اخير. يقول نايذر يور روم نور ماي روم از بيج، يعني لا غرفتك ولا غرفتي كبيره. از، شوف انا استخدم از، المثال قبل شوية استخدمنا R بالبوث والأند، بينما هنا راح نستخدم is. فهذه أهم نقطة تنتبهون عليها بالامتحان، إنه البوث والنايذر، عفوا البوث والأند تأخذ فعل جمع، ممكن يكون R، ممكن يكون where، ممكن يكون فعل مصدر مو اس الشخص الثالث، بينما النايذر والنور فتأخذ الاس، تأخذ الواز أو أي فعل بينه اس الشخص الثالث. هذه معها من مع النور والنايذر. من ناحية المعنى قلنا البوث والأند لما يكون هنالك الشخصين او الشيئين او ايا كان اللي انت تتكلم عنهم يشاركون بنفس الصفه او يشاركون بنفس الفكره اللي موجوده، يعني اثنيناتهم مثلا كبيرين، او اثنيناتهم مثلا شطار، او يعني طالبين شطار، او اثنيناتهم كسالى، او اثنيناتهم ايا كان الصفه اللي انت راح تستخدمها، فهم اثنيناتهم يشتركون بها. بالنور والنايذر بالعكس، وكانما انت تنفي، فكلاهما لا يشترك بهذه الصفه. يعني تقول اثنيناتهم هم مثلا ليسوا شطار، او اثنيناتهم ليسوا كسالى، او اثنيناتهم ايا كانت ليسوا يعني ليست غاليه، يعني لا سيارتك ولا سيارتي مثلا غاليه. فالنور والنايذر تستخدم لما يكون عندك نفي، انه الشخصين ما عندهم هاي الميزه او هاي الصفه اللي نحن نستخدمها بالجمله نفسها. هذا بالنسبه لاداه الربط النور والنايذر. نجي ايضا الى موضوع آخر أو موضوع ثالث، اللي هو استخدام اللايك وأنلايك، اللايك والأنلايك. اللايك بمعنى مثل، نحن نقول مثل، والأنلايك نقول على عكس. بالامتحان ممكن يجيك جملتين، بالامتحان ممكن يجيك جملتين، يعني أقول لك مثلا علي is a doctor، علي is a doctor، ممكن أقول لك فاطمة is a doctor. بس هنا إذا تنتبهون الجملتين هما شنو؟ الجملتين متشابهتين، يعني اثنيناتهم اطباء، علي دكتور، فاطمه ايزا دكتور. هنا ممكن استخدم لايك، ممكن استخدم لايك. طريقه الربط الجملتين هذول اللي من يكونوا متشابهين، كيف اربطهم بلايك او انلايك؟ طبعا مبدئيا اللايك، انا لما تكون عندي جملتين متشابهتين
الان لايك بالعكس، وكانما لما يكون عندي جملتين مختلفتين. يعني نفس المثال الاول، من قلنا علي از دكتور، فاطمه از دكتور، ممكن بالمثال الثاني ايش اقول؟ من اريد استخدم ان لايك اقول مثلا علي از دكتور، فاطمه از ان انجينير، يعني فاطمه هي مهندسه، فهنا اكو اختلاف. او ممكن اقول فاطمه از نوت ا دكتور، اكو نفي. فلما يكون اكو تشابه بالجملتين راح استخدم لايك، من يكون اكو تناقض بالجملتين اختلاف فراح استخدم ان لايك. هذه من حيث الفكره، من حيث المعنى. اما من حيث القاعده فالمساله جدا جدا بسيطه. فانت مثل ما قلت لكم، انت عندكم جملتين، انت راح ينطيك جملتين بالسؤال، الجمله الاولى والجمله الثانيه، كل جمله بها فاعل ويعني وجمله كامله متكامله. فمن تستخدم اللايك او الان لايك، قلنا اثنينات نفس القاعده، انه بعد كلمه لايك تخلي الاسم الاول. والاسم الاول هنا اقصد يعني اسم الاول اللي موجود بالجمله الاولى، يعني شنو الفاعل اللي الجمله الاولى موجود، من هو؟ علي، عمر، كات، دوغ، شنو هو الاسم؟ ماي فاذر، الى اي كان. لايك تنزل الاسم الاول، او ان لايك وتنزل الاسم الاول اللي هو الموجود بالجمله الاولى. بعد الاسم الاول تخلي فارزه، يعني انت نزلت لايك او ان لايك الاسم الاول خلي فارزه، ثم تنزل الجمله الثانيه كامله مثل ما هي، اللي هي مثل ما ياخذ لك الاسم الثاني زائد الفعل ثم تكمل الجمله. وهنا طبعا يقصد بها انه الجمله الثانيه يعني نزلها مثل ما هي كامله. فمثلا شوف الامثله، يقول لايك ماي كار، مثل سيارتي. علي سكار هاز دي في دي بلاير، يعني يقول مثل سيارتي، سيارة علي ايضا تحتوي على دي في دي بلاير، مشغل اقراص دي في دي. فاذا هنا مشتركين، يعني معناته وكانما السيارتين هم اثنيناتهم يمتلكون دي في دي بلاير، ولهذا السبب استخدمت لايك. اما العكس فيقول لك ان لايك ساره، على عكس ساره، بالنقيض من ساره، هدى هاز باست ذا تيست سكسسفولي. هنا شفهم افهم انه ساره يعني ساره ما نجحت بالامتحان، بينما هدى هاز باست ذا اكزام سكسسفولي، انه هدى نجحت بالامتحانات، ولكن ساره ان لايك ساره، على عكس ساره، ساره ما نجحت. اذا الان لايك لما يكون عندي اختلاف او تناقض بالجملتين استخدم ان لايك. اللايك بالعكس لما يكون عندك تشابه بالجملتين بنفس المعنى، بنفس يعني اثنيناتهم يؤدون نفس الوظيفه، الجملتين او الشخصين او الشيئين عندهم نفس الصفه او نفس الميزه، استخدم لايك. اما من ناحيه القاعده فمثل ما قلت لكم، تستخدم لايك او ان لايك زائدا الاسم الاول. الاسم الاول اللي هو شنو؟ هنا ارجع واكرر انه انت بالامتحان عندك جملتين، بالامتحان عندك جملتين، فانت الاسم الاول يعني تاخذه من الجمله الاولى، ثم تنزل يعني بعد ما تكتب الاسم الاول تخلي فارزه، ثم تنزل الجمله الثانيه كامله مثل ما هي. يعني راح اكتب لك مثال هنا حتى بس اوضح لك بعد اكثر، حتى قبل ما اروح للامثله الامتحانيه، بس حتى افهمكم هو شنو الغايه او شنو الفكره من هذا الموضوع. شوف، راح ناخذ هو مثال واحد وممكن نطبق عليه يعني اللايك ولا ان لايك. عفوا، موبايلز كان بي يوزد اني وير، نقطة. الجملة الثانية، كمبيوترز can't be used anywhere. تلاحظون انه هاي الجملة هسه حاليا، هاي الجملتين، كل جملة منفصلة عن الثانية، كل جملة فكرة متكاملة. انه الجملة الأولى يقول لك موبايلز كان بي يوزد انيوير، انه الموبايلات انا ممكن استخدمها في اي مكان. الجملة الثانية، كمبيوترز كانت بي يوزد انيوير، انه الحواسيب ما ممكن استخدمها في اي مكان، خصوصا يعني ما اقدر اوديها باي مكان، خصوصا هنا القصد على الحواسيب اللي هي الديسكتوب اللي هي ثابته وليست اللابتوب. فهنا لما يكون عندك المعنى متناقض، المنطقي هو راح يطلب من عندك انه تربطهم باستخدام ان لايك، لانه اكو تناقض بالمساله، واحد كان والاخ كانت، تناقض. فهنا من اجي اربط الجملتين ايش راح اقول؟ راح اكتب هنا الحل جواتها. راح اقول ان لايك الاسم الاول اللي هو منه ان لايك موبايلز فارزه، وارجع انزل الجمله الثانيه مثل ما هي نصا. فارجع شوف انا ايش راح اسوي، راح انزلها مباشره جوا. بس شوف الجمله شلون صارت، يقول ان لايك موبايلز كمبيوترز كانت بي يوزد اني وير،
فأصبحت عندك الجملة ربط صحيح. هاي النقطة. أما لو فرضنا أنه هنا ما عندك كانت، لنفترض أنه هنا ما عندك كانت، هنا عندك أيضا كان، يعني موبايلز كان بي يوز أنيوير، كمبيوترز كان بي يوز أنيوير، يعني اثنيناتهم مثبتة، اثنيناتهم متشابهتين، ماكو اختلاف بالمعنى. فهنا بكان الأنلايك راح استخدم كلمة لايك. ليش؟ لأنه تشابه. فراح أقول لايك موبايلز مثل الموبايلات، كمبيوترز نفس الشيء، راح نزل الجملة الثانية مثل ما هي، كمبيوترز كان بي يوزد أنيوير. هذا توضيح لفكرة هذا السؤال. معلومة خارج، يعني معلومة راح نعطيكم اياها خارج الايش، خارج الكتاب. الكتاب يطلب من عندك هالطريقة، يعني انه تنزل الاسم الاول ثم الجملة الثانية مثل ما هي. ولكن انا ممكن بموضوع اللايك والانلايك، انا ممكن استخدم بكان ما اخلي الاسم الاول، انا ممكن استخدم الاسم الثاني. يعني شلون؟ يعني هنا مثلا ما قلت لايك موبايلز ونزلت الجملة الثانية، انا ممكن بكل بساطة اقول لايك كمبيوترز، سوري كمبيوترز لايك كمبيوترز، وارجع انزل الجملة الاولى، يعني العكس. يعني اقول لايك كمبيوترز موبايلز، انزل هاي الجملة موبايلز، انزل هاي، اسوي لها كوبي، شوف انزلها نصا like computers mobiles can be used anywhere. ونفس الكلام يطبق عن unlike، نفس الكلام يطبق عن unlike. طبعا هذا الكلام اللي انا على اقوله هذا ما من عندي، للعلم والاطلاع. يعني هو بالرابع يطلب من عندك شنو؟ انه تستخدم الاسم الاول اللي هو شنو؟ اللي هو اللي موجود بالجمله الاولى. اذا تطلع للسادس اعدادي بخير وسلامه، تصلون للسادس اعدادي راح تشوفون هذا الكلام اللي انا على اقوله، اللي هو انه يستخدم الاسم الثاني وينزل الجمله الاولى، يعني بالعكس. فهذا الشيء ايش راح يوصلنا بالنتيجه؟ ايش راح يوصلنا النتيجه؟ انه اثنيناتهم صح. بالنتيجه اذا تسالني انا، واذا انا انطيت بالامتحان طالب مثلا، بالامتحان جبت طالب بهاي الجمله، لنفترض انه انا بالامتحان عاد امتحان طلابي وانطيت الطلاب مالتي هاي الجمله، جاني طالب حل بهاي الصيغه قال لي لايك كمبيوترز موبايلز كان بي يوزد اني وير، وجاني طالب اخر زميله قال لي لايك موبايلز وينزل الجملة الثانية يقول كمبيوترز كان بي يوزد اني وير، بالحالة اثنيناتهم صح. يعني ما ممكن انطي واحد صح واحد غلط، اثنيناتهم صح. ولكن ارجع واكرر، انا بالكتاب مال الرابع يقول حسب كلامه، لان اكو بعض الاساتذه يعني شويه يكون ملتزم ازيد من اللازم بايش؟ بسياق الكتاب، يقول لك الا نفس الكتاب. فبالكتاب شو يطلب من عندي؟ يطلب من عندي اللي هي الصيغه الثانيه، انه تكتب اللايك او الانلايك زائد الاسم الاول اللي هو جاي بالجمله الاولى اللي هو الموبايلز، ثم تنزل الجمله الثانيه. ولكن انا عن نفسي، وكثير اساتذه ايضا اتصور يعني يأيدون كلامي، انه بالحالتين هم صح. بالحالتين هما صح. فكل اللي عليك تكتب الاسم الاول ثم تكمل الجملة، يعني والجملة الثانية تنزلها، او انه تكتب الاسم الثاني وتنزل الجملة الاولى كاملة. فانت بالحالتين يعني انت بس تختار اسم واحد، الجملة اللي تاخذ منه الاسم تهمله، تاخذ بس من الاسم الجملة تتركها، تاخذ الجملة الثانية تنزلها. والعكس صحيح، اذا انت اخذت الاسم من الجملة الاولى مثل موبايل، باقي الجملة راح تتركها فتاخذ الجملة الثانية. وإذا أنت أخذت الكمبيوترز فباقي جملة الكمبيوترز راح تهملها وراح تاخذ الجملة الأولى. وبالحالتين هي صحيحة. زين. نكمل. نجي نشوف الأمثلة الامتحانية اللي كيف ممكن تجيكم بالامتحان يعني. الجملة الأولى تشوف both Ali and Omar are ولا is doctors. هنا يطلب من عندك أنه تستخدم are ولا is. وأرجع وأكرر أنه موضوع البوث، موضوع البوث والآنت يأخذ أو يتطلب من عندنا أنه لازم نستخدم اسم أو فعل جمع اللي هو الآر، ما نستخدم إز. العكس أو النقيض من هو النايذر والنور. هنا خيرني بين الإيت والإيتس. طبعا الفعل المصدر أنا ممكن أعتبره فعل جمع، يعني أعتبره اللي هو يجي مع الفاعل الجمع، لما يكون عندي فاعل جمع أختار معانه فعل مصدر. أما الإيتس اللي هم جماعة الإس الشخص الثالث فهم يأتون مع الفاعل المفرد. فإذا لما يكون عندي neither nor نحن نعرف أنه يجي وراها فعل مفرد، فأكيد لازم أختار eats
اختار ايتس. الجملة الثالثة والرابعة هي عن موضوع اللايك والانلايك مثل ما حدث يعني تكلمت. سامي is an architect. سوها is a nurse. شوف هنا يعني مثل ما تشوف انه اكو يعني اكو اختلاف انه سامي هو شنو مهندس معماري بينما سوها نيرس ممرضة. فشوف ايش طلب من عندي، قال لك join اربط use unlike باستخدام unlike. فنفس القاعدة اللي ذكرناها، قلنا unlike سامي الاسم الاول اللي هو سامي، ثم ننزل الجملة الثانية مثل ما هي. طبعا ضروري جدا ان تضع الفارزة، ضروري جدا تضع الفارزة بعد الاسم الاول. الجملة الرابعة يقول لما got full mark in English، سارة got full mark in English. يعني تلاحظ هنا ترى نفس الجملة، نشوف full mark in English، full mark in English نفسه مطابقة، والدليل خلك استخدم like. فنفس الحالة راح تقول like لما فارزة الاسم الأول، سارة got full mark in English. فهذا الأسئلة المقترحة اللي ممكن تجيك بالامتحان اليومي أو الشهري أو أيا كان. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، أتمنى إن شاء الله تكون فهمتم الدرس ويكون إن شاء الله واضح. انتظرون إن شاء الله الدرس القادم راح نشرح موضوع الماضي البسيط والماضي المستمر، وراح نأخذ أزمنة المضارع التام والماضي التام، وراح نشرحها إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درسنا إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. تحياتي.